جدي كان تاجر وسياسي طبعا، أيضا شارك في البناء وشارك أيضا في الجهاد، وقدرت الدولة هذا له وأصبح عين من قبل الملك عبد العزيز على قبائله. وأتى بعده والدي زين، فكان الحمل ثقيل عليه، ولكنه كان كما فهمت من الوالدة تعبان أو مريض يعني في حينها. وكان لديه زوجة، وأمي طبعا هي الزوجة الثانية، وهي عزة بنت عوض الشهري من سبتة نومة. تزوجها، وكان كما ذكرت لي كان تعبان كثير مرة واحدة حتى في يوم الزواج، سبحان الله العظيم. بقيت أمي معه سنة تقريبا، وبعد ذلك توفي، وأنا كنت في بطن الوالدة في 7 أشهر عمري. فذهبت إلى جدي عوض بن محمد بن طلح الشهري، وهو أيضا وجه من وجيه بني شهر في سبتة نومة من آل صفوان. وولدت هناك في بيت جدي عوض رحمة الله عليه في عام 1959، يوافق هجريا 1378 تقريبا. في هذه الأثناء تقدم للوالدة الكثير من الأقارب على أساس يهتمون فيني، ولكن والدتي كان لديها نظرة لأنها عاشت وعرفت بعض الأمور وتريد أن تعود إلى بلسمر. بلسمر تبعد أكثر من 15 كيلو أو أكثر عن منطقة والدتي. الوالدة طبعا كان شرطها أن الرجل اللي حتزوج فيه أو تزوج به لا بد أنه يسمح لها أن يبقى، أن أبقى معها إلى أن تقرر أو أقرر أنا الذهاب لبيت والدي وبيت جدي طبعا. فتقدم لها شخص من حوراء وقرية الصدر اسمه مسفر بن علي بن غانم الأسمري، كان رجل صادق وعنده وعده. تزوج العم مسفر الوالدة، وذهبنا كما ذكرت لي والدتي إلى بيت جده، إلى بيت أبوه هو طبعا مع أمه. سكنت والدتي مع أمه وأخواته ومعه هو نفسه. لكن كان الحقيقة اللي لاحظتها أنا في صغري إنه كان كثير الأسفار، فالوالدة كانت معاناة شديدة جدا لتربيتنا، أيضا معاناة المزارع كانت كثيرة جدا. وأذكر أنا إن لم يلد لها أحد يعني بدري، فكنت يعني أنا أذكر عمري 3 سنوات 4 سنوات، وهذا حقا أذكره كما لو أنا الآن كنت أنا يدها. كانت ترسلني، كنت أذهب معها أيضا للحطب، كنت أذهب معها للغنم، تذهب معها للبقر، وكانت حياة قاسية حقيقة، حياة قاسية جدا جدا جدا. يعني احنا العماله اللي موجوده الان كاطفال حتى لو بدات تمشي وبدات تفهم تكلف خلاص ما في كلام، فكلفنا باشياء كثيره ونحن لم نبلغ حتى 5 سنوات.